السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثاني من دورة برنامج الفوتوشوب، وبذا الدرس راحين نتعرف على الواجهة. وفي البداية لازم اني اقولكم انه انا بس ذا الدرس انا راح اشتغله على اصدار ادوبي فوتوشوب CC 2020، اما بقية الدروس انا اشتغلها على اصدار ادوبي فوتوشوب CC 2021. فيلا نبدأ. بداية، أول ما نفتح برنامج الفوتوشوب، ها هي الواجهة اللي راح تظهر لنا. في البداية أنا إيش في عندي بالواجهة؟ أهم شيء أنا عندي إياه هو الهوم والكرييت نيو والأوبن وذي المنطقة. أما المناطق الثانية أنا مش راح أحتاجها. لو رحت أنا للهوم، في عندي كرييت نيو، في عندي أوبن. إيش فيهم؟ الكرييت نيو بيعمل لي مشروع جديد أو صفحة جديدة علشان أنا أبلش عليها الشغل. أما Open يفتح لي مشروع أنا كنت مشتغل عليه. فعندي كمان الفايل والنيو، لما أنا مثلا أكون جايب صورة، أي صورة، احنا بس وليكن هاي الصورة بنمسكها ونسحبها، وأنا حبيت بعدين إني أعمل مشروع جديد، فبروح فايل وبعمل نيو، وطلعت للهوم وعملت كرييت نيو، وتظهر معاي هاي الواجهة. في عندي هنا الريكند والسيفد، دايما بنلاقي إنه في هنا شخطة. في عندي فوتوز أو الفوتو، برينت، آرت أند إلستريشن، ويب، موبايل، فيلم أند فيديو. بالريكند أنا عندي المقاسات اللي أنا كنت بشتغل عليها من قبل. في عندي السيفت واللي هي مثلا لو أنا كنت بشتغل على مقاس، وذا المقاس أنا بستعمله بشكل كبير، والمقاس ده أنا ولا لقيته بالفوتوز وبالبرينت وبالآرت، فبعمل له سيف بحيث إنه بس أروح للسيفت وأفتحه. عندي كمان الفوتوز وفيها مقاسات عالمية للصور الفوتوغرافية. في عندي هنا View All Preset، بقدر اني من هنا اني اشوف المقاسات العالمية. في عندي Print وفي هون مقاسات عالمية للطباعة، حطيت View All Preset بيطلع لي كل المقاسات العالمية للطباعة مثل A4، B5، A3، A5 وغيرها من المقاسات. Art and Illustration للرسومات والتوضيح. في عندي ويب لصفحات الويب، الموبايل لتطبيقات الموبايل، فيلم and فيديو، المقاسات تبعات الشاشة، شاشة اللابتوب. طيب انتو هتقولوا انه انا في عندي هون مثل يعني صور، انا بايش بستفيد منها؟ مثل الفوتوز انا ممكن اني هنا ادوس عليها واعملها داونلود بعدين اني استفيد منها. وكذلك الأمر مع كل الصور الثانية مثل البرنت. بس وكمان إنه ذي تعتبر موك أبس، وهنشرح إيش يعني موك أبس وكيف أعمل موك أب خاص بي. في عندي مثلا الأرت أند إلستريشن، هنا الرسومات، الويب يعني الويب فيه مثل الصفحات الجاهزة للويب، أنت بس بتدخل بتعدل بالكتاب، بتعدل بالصور، بعدين بتوديها للمبرمج. عند الموبايل، الفيلم عن فيديو، هاي الصور. طيب انا بدي افتح مشروع جديد، فانا بختار المقاس اللي انا بدي اياه وليكم من الفيلم عن فيديو. بختار مثلا فول اتش دي اللي هو 1920 ب 1080. هي عندي طبعا مقاسات ثانية مثل 4K وال2K وال8K، لكن انا بختار اللي هو الفول اتش دي وبدوس كرييت. بلاحظ انه فتح معاي مشروع جديد، بعدين هنشرح بالمقاس اللي انا كنت بدي اياه. لو رحت رجعنا للهوم، رجعنا عملنا كرييت نيو، او ممكن اني اكون هون، اروح لهون اعمل فايل ونيو، او اختصارها كنترول ان
ادوس كنترول ام على الكيبورد فبيعمل لي كرييت نيو. هنا طبعا بنلاقي انه فول اتش دي ظهر لي لانه انا استعملته قبل شوي. ولنفرض مثلا انه انا ما في مقاس عجبني، انا بدي احط مقاس خاص بي او مقاس خاص بالتصميم تبعي، فبروح هنا في عندي هنا، لو رحت لو كنت باي مكان فبتظهر لي ذي. فانا من الممكن ان الويث مثلا اني اخليها 400 او لا خليها مثلا 2000 والهاي 500 والايش. اول شيء ايش يعني ويث وايش يعني هايت؟ خلينا نشرح اولا. الهايت هو الارتفاع، يعني لو بس عمل فكرت من هون، الهايت هو ارتفاع المشروع، اما الويث هو السمك تبع المشروع. فبختار الويث وبختار الهايت او الطول والعرض نقدر نقول عنه. فايل يرجع فايل نيو، نرجع نكتب النسب انتب في عندي هنا الاورينتيشن، بقدر اني اقلب الويث والهاي بدون ما اتعب نفسي من الاورينتيشن. في عندي كمان خيار ارت بوردز وبعدين هنشرحه. في عندي هون جانب هون في عندي اللي هي الوحدة اللي انا بستعملها، مثلا بيكسل انش سنتيمتر مليمتر ومقاسات ثانية. الريزولوشن هي دقة الصورة، بقيسها بيكسل على الانش. خلونا نشرح الريزولوشن اول شيء شوي. ايش يعني دي 72؟ 72 دي يعني كل انش مربع راح يكون فيه 72 بيكسل. بيكسلز طبعا شرحناهم بالدرس الماضي او المقدمة، راح اترك لكم اياه بالاي اللي فوق او في صندوق الوصف. لما انت تكون راح تشتغل الشغل للطباعة فيعني خليها 300، اما لو بدك انك تخليها شغل للشاشات او تصميم خليها 72 يكون ممتاز. في عندي كمان وحدات ثانية اللي هو البيكسل على السنتيمتر، لكن المتعارف عليها اكثر شيء هو البيكسل على الانش. طبعا انت لا تزود يعني الريزولوشن بشكل كبير لانه ذا بيخلي حجم الصورة عندك كبير. في عندي كمان اللي هو الكالر مود اللي هو وضع الالوان، وفي عندي هنا الانظمة اللونية شرحناهم بالمقدمة، وفي عندي كمان البث شرحناهم بالمقدمة، في عند الباكراوند كونتنت اللي هو بقدر اني اختار لون للخلفية، وايت بخليه ابيض، بلاك اسود، الباك جراوند كولر بخليه على لون الباك جراوند، بعدين بنشرح بنفصل. الترانسبيرنس بخليه شفاف، خلفية شفافة، والكاستوم انا بخليني انا اني اختار اللون. اوكي عند الادفانسد اوبشنز انا مش راح احتاجهم. اوكي لو دست كرييت هيفتح لي المشروع مثل ما انتم شايفين، بلش انا اشتغل الحين. خلونا نرجع بس للصوره اللي احنا نزلناها انها هي نزلت. اوكي اوبن اوكي بس شوفوا كيف كمان حاطين your image here، فيعني انه انا بقدر اني احط الصورة تبعيتي. بعدين طبعا احنا هنتعرف كيف بنحطه وهنفصل الامر بشكل كبير. طبعا لو عملت فايل في النيو في عندي كمان السيفد، خلونا بس نشرح كيف احنا بنحفظ. لو رحت للفوتوز اخترت مثلا ممكن اني انا احط مقاس يكون 2500. طيب انا بدي احفظه، فعندي هون اشارة، انا في عندي هون اشارة، من دي الاشارة انا لو دست عليها يقول لي اختار الاسم، يكون بنس راح فون بس راح اسميه واحد، بعدين بعمل سيف بريسيت. ملت سيف روح للسيف تشوفه موجود عندي هون، ممكن انه من هون اني احذفه
كذا بنكون تعرفنا كيف إحنا بنعمل مشروع جديد. الحين إيش أنا عندي بواجهة الفوتوشوب؟ أنا أول شيء في عندي اللي هو المينيو بار، في عندي الأوبشن بار، وبذي المنطقة في عندي المفاتيح المشاريع عفواً اللي أنا فاتحها. هنا في عندي تول بوكس أو صندوق الأدوات. هنا في عندي قوائم بتساعدني بعملي مثل color, switches, gradients، كمان layers, channels, paths. وكمان لو مثلاً أنا ما لقيت أي يعني في نوافذ بعدين إحنا هنحطها، فمثلاً أنتوا ما لقيتوا قائمة layers ما كانت موجودة عندكم، فبتروح لويندو بتدوروا على القائمة layers بتظهر عندكم. فأي قائمة أنتوا تغلقوها بالغلط ممكن أنكم تروح من ويندو وتيجوا تضبطوها تجيبوها مرة ثانية. الحين لو أنا مثلا جبت اللايرز، طبعا واجهت برنامج الفوتوشوب أو أي برنامج من شركة أدوبي من السهل أني أشكلها مثل ما أنا بدي. مثلا أجيب اللايرز لهون كذا، مثلا نزلها لهون، ممكن مثلا تول بوكس أمسكه أحطه هون طاير بالهواء هون. لو أنا بدي الكالرز ممكن أخليها هون، ممكن أفوتها هون، أدوس عليها تصير كذا مثلا واجهة. كمان اللي هو الأوبشن بار أمسكه إني أحطه تحت اللي هون مثلا. وممكن أنكم تشكلوا هاي الواجهة. طيب لو أنا حبيت مثلا أني أحفظ هاي الواجهة كيف أنا بحفظها؟ شوفوا، بروح للأوبشن بار، بروح لهون، بدوس على هاي السهم يعني هاي الشكل، بدوس على السهم اللي جنبي، بعدين بعمل New Workspace. هون طبعا بنسميها 1 مثلا، وعملنا سيف. شوفوا هاي هي موجودة عندي. طيب لو أنا رجعت الاسينشلز اللي هي تعتبر عادية عندي، رحت مثلا بدي أنا أرجع الاسينشلز، بتقولوا مثلا أنا همسك الكالرز وأرجعها واحد، أشوف مثلا ما زبط عندي، أمسك اللايرز مش أحطها، أمسك الكالرز. فذا الأمر راح ياخذ كثير وقت. ففي طريقة ثانية إني أفتح هالسهم بعدين ريسيت إسينشلز، شوفوا كل شيء معاي رجع. طيب لو جربنا عملنا ريسيت للون، عملنا ريسيت ون هيظل مثل ما هو. بقدر الحين إني أرجع لإسينشلز. طبعا لو رحنا لهون في عندي كمان مجموعة من الواجهات لبرنامج الفوتوشوب. فاحنا مثلا في عندي 3D، طبعا ال 3D احنا بعدين تعرف كيف بنعمل 3D. في عندي الجرافيكس اند ويب، في عندي اللي هو الموشن لو انا بدي اعمل تحريك ببرنامج الفوتوشوب. فوتوغرافي لو انا مثلا مصور. فذي كلها واجهات شركة ادوبي حطتها بالفوتوشوب كديفولت بحيث انها تساعدك. لا تنسى لو عجبك الفيديو انك تضغط زر لايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. مع السلامة.